إلى هذا الوقت. والحقيقة الواحد سعيد وفخور أن يشوف المؤتمرات بهذه القيمة وبهذا المستوى، من مستوى التنظيم ومن مستوى الحروب ومن مستوى الأوراق العمل اللي تقدمت منذ الصباح وإن شاء الله حتى الآن. ألوان الأمل، في أجمل من الأمل ما ظنت فيه اسمك. سألتني وحدة الصباح، قالت لي وش سالفة الثور؟ قلت لها هذا الثور سالفة في ألوان الأمل، نتكلم عنه في ألوان إن شاء الله. في العام 2005 كانت عندي فكرة كيف احنا كفنانين ممكن نغير شيء بسيط. انا كفنان ارسم لوحة وكل الفنانين يرسموا لوحة، وش الجديد؟ الجديد اني برسم سريالي ولا واقعي ولا تجريدي؟ مش هذا هو الجديد. فكانت الفكرة ليش ما نعمل عمل مختلف نوعا ما وهو لوحة تسمى لوحة الكهرباء. بدأنا بالتخطيط لها كيف انها تكون لوحة جماعية. كلنا نعرف ان الفن في لغة الأنا، لأن اللوحة لازم ينتجها فرد واحد، ما ممكن ينتجها شخصين، على عكس باقي الفنون مثل المسرح والسينما والدراما، دائما تكون أعمال جماعية يشترك فيها مخرج ومؤلف وكاتب وسيناريو. أما اللوحة دائما فيها لغة الأنا المتضخم. كيف نكسر الأنا؟ فقلنا خليها تكون لوحة جماعية يشترك فيها الكل، اللي يرسم واللي ما يعرف يرسم ممكن يرسم في هذه اللوحة. وبالفعل بدأنا من منطقة لمنطقة، من مهرجان لمهرجان، وكنا نسعى من خلال هذا العمل وهذه اللوحة نشر ثقافة الحب. أحيانا حتى كلمة حبيبي عيب عند البعض، وش حبيبي؟ لا، ثقافة الحب ثقافة جميلة جدا، ودائما تكون مقبولة لما تكون بالألوان. فكنا دائما نتوجه إلى مناطق المملكة وبعض مناطق مختلفة من بلاد العالم لنشر هذه الثقافة. والحمد لله خلال 13 سنة كانت اللوحة هي الحقيقة جسر للتواصل مع شعوب العالم. رحنا الصين ورحنا لندن ورحنا أمريكا، كلها مبادرات شخصية غير محرومة من جهات حكومية أو غيرها. حتى الجهات الشخصية والمبادرات الشخصية أنا من وجهة نظري بعض الأحيان تكون أقوى وأقرب باعتبار أن ما فيها بروتوكولات، يعني دايركت من القلب إلى القلب. فالحمد لله بتوفيق من رب العالمين معظم المبادرات اللي احنا نسعى عليها دائما نوصل الى هدف نبيل وانساني من خلالها. بدانا من خلال اللوحه نعمل مهرجانات، مهرجان للمسنين في يوم الناصر مثلا او قبل عام مثلا، نعمل معايده لمرضى في المستشفيات، نعمل. فبدانا نحول اللوحه من مجرد انها لوحه الى الانتقال الى ابعد شويه وهو ملتقى المحبه والسلام. بدانا نتخطى حدود المكان اللي احنا نعيش فيه في المنطقه الشرقيه الى الحدود الاوسع، الى العالم، الى مدن مختلفه من العالم. الى العام ما قبل الماضي، قبل شويه انا عجبتني في المحاضرات السابقه الجوده والتميز وخلق الافكار. بدأنا نفكر وإذا استمرينا إلى متى بنستمر؟ هل بنستمر بس نرسم لوحة؟ وإلى وين؟ وصلنا إلى 1400 متر، أطول لوحة مسجلة في العالم. وبعدين النهاية ولا شيء. فقبل سنتين بدأنا بالتفكير كيف نخلق مبادرات متجددة من اللوحة. فبدأنا أول شيء بعمل مشروع من اللوحة وهو مشروع حقيبتك بأيدي سعودية، وهو مشروع من نفس القماش، قماش اللوحة، مع الأسر المنتجة نصنع حقائب. طبعاً الحقائب تكون فيها ميزة جميلة جداً إن الحقيبة واحدة بس، ما في ثنتين زيهم في العالم، وهذا برانتين وهذا
تقريبا ما في زيها ثانية، وهذه حاجة جميلة جدا ممكن احنا نستثمرها في عملية التسويق للفكرة. عملنا عدة أفكار حقيقة، هذه من ضمنها حقيبة خفيفة ولطيفة، وهذه قلنا ليش ما نساهم أيضا في البيئة ويكون عندنا كيس صديق للبيئة، وعندنا أيضا للأطفال ما نساهم دائما يحبوا الأطفال أشياء بسيطة ومميزة، فعملنا لهم هذا. بعد ما عملنا مع الأسر المنتجة هذه الحقائق بدأنا نفكر ليش احنا قاعدين نسوي هذا الشيء. عملنا شراكة مع ثلاث جمعيات، جمعية مرضى السرطان، جمعية إيثار للتبرع بالآخر، جمعية تسر التوحد. هذه الجمعيات احنا كل حقيبة تقال تكون دعم إلى الجمعية. فإذا احنا دعمنا كم الآن؟ أربع جهات. دعمنا الأسر المنتجة اللي قاعدة تشتغل طول الوقت، ودعمنا الجمعيات، ودعمنا المبادرة لأننا محتاجين احنا نغذي نفسنا بنفسنا. والحمد لله استمرت هذه المبادرة إلى العام الماضي، بدأنا بالتفكير في ألوان الألوان. كل هالمرحلة هذه وكل هالسنوات اللي مضت، معظم الوقت إحنا كنا نتعامل مع الأطفال. الأطفال بشكل عام سواء مرضى أو غير مرضى، وجدت السعادة على قلوبهم شيء لا يوصف لما إحنا نعمل لهم مرسم ألوان. لذلك لما ألبس هذا الجاكيت أنا كأني أشعر أن السعادة تلبني، لأن هنا في ألوان أطفال. الألوان هذه تغلفني بالداخل ما تغلفني بالخارج، وبالتالي تكون هي السعادة مرسومة على هذا الثوب، تنرسم علي أنا وتنرسم على الآخر. ألوان الأمل. ألوان الأمل هي الفكرة أساساً جت لعلاج مرضى السرطان. من مواقف إحنا كلنا نواجه مواقف. من موقف كنت أسمع واحد يحكي عن قصته أول ما سمع أنه مصاب بمرضى السرطان. انهار. تعب نفسياً. بمعنى أصح دائماً المريض، أي مريض العادي ما يحس بأنه سوف يوم من الأيام يفقد الحياة. مرضى السرطان دائما يخافوا من هذه النقطة، والخوف يعتبر بعض الأحيان هو سبب لتدني العلاج. المعنويات العالية هي اللي ترفع من سقف عالي جدا إلى المريض. فقلنا احنا ليش ما نشارك جمعية مرضى السرطان ونعمل هذه المبادرة. المبادرة اشترك فيها الموسيقي والحكواتي والمسرحي والفنان التشكيلي. اشتركنا كمجموعة. أنا مؤمن بأن الموسيقى علاج. فبدأنا بالموسيقى وشفنا الأطفال يعني شيء غير مختلف. بس بوقف عند الموسيقى لحظة. أنا الأسبوع الماضي كنت في الإمارات، وكان في برنامج إلى أسر أو إلى أطفال التوحد، جابوهم في مركز سباحة وشغلوا لهم الموسيقى. ما تتخيلوا شقد كانت سعادتهم وهم في الماي والموسيقى تشتغل وهم عندهم ألعابهم دي الصغيرة. أيضا هذه التقطها أنا وقلت ليش ما نستثمرها في المستقبل إن شاء الله، نعمل شيء لأطفال التوحد. المهم المسرح أيضا كيف نخلق حال مشهد مسرحي قصير ونشرب الأطفال ويا المشهد هذا على أساس أن احنا نقدر نوصل الفكرة إلى الأطفال وإلى أسرهم. وبعدها يجي دور الحكواتي. الحكواتي أنا أمثل دور الحكواتي، ودائما يعني أقل قصص اللي هي رفع المعنويات. كيف نرفع معنويات الأطفال وننقلهم من عالم إلى عالم آخر؟ خيال، خلي يعيش بالخيال شوي، ومجرد ما ينتهي بالخيال نعطيه الألوان والفرش. ويا الله ما تتخيلوا شقد يكون في ذيك اللحظة سعيد جدا ويبدأ يفرز كل الأشياء اللي داخله ويطلعها كلها في اللحظة. هنا احنا نبدأ نعطي الأخصائي صاحب الدور اللي هو الأخصائي الاجتماعي والطبيب، يقول لهم هذه النتيجة. يبدأ دور الآن
لأن البعض كان يسألني أنت تعالج المرضى؟ أقول لهم لا، إحنا إنسان في علاج المرضى وليس علاج للمرضى. هذه هي مبادرة بكل بساطة، وإن شاء الله نكون قدمنا ولو الشيء البسيط لإسعاد هؤلاء.